اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معنا شقة جديدة 120 متر من شركة إنجاز للديكور. هي الشقة تم عمل ديكورات فيها وفرشها بالكامل. الشقة صغيرة بس استغلوا فيها المساحة بطريقة حلوة قوي. احنا نقدر نعمل ديكورات شيك جدا وتدي مساحة حلوة للمكان. وسع اختيار اساس مودرن حديث عصري واختيار الوان فاتحة. كمان توزيع الاضاءة بيساعد في يدي مساحة كبيرة للمكان. الشقة هنا اتعملت باللون الفانيليا لاتيه وباللون درجات البيج والبني. ديكور الاسقف اتعملت باللون الابيض جبسن بورد. الستاير باللون البني. دخل ديكور الخشب في المكتبة ال LCD. برضو لون الانتري مودرن باللون البيبي بلو في الماضي. استخدم برضو هنا سكات بالالوان الفاتحة فيها تشبيهات بسيطة. عامة الدرجات البيجات او الاوفايت بني العادية الدرجات دي كلها بتدي مساحة واسعة اوي للمكان. هنتفرج مع بعض على الشقة. متنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل الجرس واكتب لنا في الكومنتات ايه رأيكم في الشقة. هنا طبعا مدخل الغرف. التواليت هتعمل برضو باللون الأوفايت. الأوفايت في البني حلو اوي في التواليت. هتعمل واحدة برضو باللون البني. الاكسسوارز باللون الذهبي الجولد. طبعا شركة انجاز من اجمل برضو شركات الديكور. الديكور بتاعها راقي جدا وفرش الشقة بتاعها راقي قوي. بحب برضو اعرض الشغل بتاعها. ده المطبخ. هتعمل باللون الاخضر وفوق باللون الاوفايت او اللون الخشبي. طبعا اللون الجديد بالنسبة لي اللون الاخضر ده مشفتوش في مطابخ كتيرة بصراحة بس هو لذيذ قوي. هنا في غرفة النوم الرئيسية اتعملت باللون الكافيهات في اللون الاوفايت. سيبتكم تتفرجوا على الغرفة دي وغرفة الأطفال. متنسوش تعملوا لايك للفيديو.